مخطط المغرب الأخضر هو مخطط فلاحي كيندرج في التنمية المستدامة اللي بغاها صاحب جلالة لبلادنا، واللي كيجيب الشطر ديالو ديال الاقتصاد ديال الماء اللي هو شيء جد مهم، بالخصوصا في منطقة سوس اللي هي منطقة عرفت السنوات الأخيرة واحد الضغط واحد الضغط على الماء اللي كتير. ولكن الحمد لله بفضل مثل هذه البرامج اللي هي برامج مهمة كاين، وعلى ثلاثة ديال الطبقات. كاين الطبقة الأولى اللي هو برنامج ديال 30 ألف هكتار ديال الاقتصاد ديال الماء اللي طلع عليه صاحب جلالي اليوم في الزيارة ديالو، وكاين اللي غادي يحافظ لينا تقريبا على 60 مليون ديال المتر مكعب. وكاين البرنامج الثاني اللي هو هاد المحطة ديال 35 محطات ديال الأرصاد الجوية اللي هي لها أهميتها واللي غادي تحافظ على كذلك الاقتصاد ديال الماء، واللي يمكن توصل حتى هي كذلك 60 مليون متر مكعب. وكاين كذلك الفاعل اللي عنده مخططه يعني الشخصي داخل الضيعه اللي كيحافظ كذلك على الماء. فكل هاد الفعاليات كتخلي انه باش يعني نسجلوا الفلاحه ديالنا في التنميه المستدامه والحفاظ على الثروات ديالنا، والثروه الجد مهمه هي الثروه المائيه. 235 هكتارا هي مساحة هذه الضيعة التي تعتمد بشكل كلي على أحدث التقنيات المستعملة عالميا للاقتصاد من مياه السقي عن طريق دورة مغلقة لإعادة استعمال المياه. هذه الضيعة كنموذج بالمنطقة الفلاحية لمسا بأيت عميرة أصبحت تعتمد على هذه الطريقة في إنتاج طماطم الكرز بمردود يصل إلى 80 طنا في الهكتار، ويتجاوز هذا الرقم بالضعف لإنتاج الطماطم العادية. هذه الطماطم هذه هي مزروعة نورسول يعني ماشي في هذا، وكتسقى بواحد الكمية ديال الماء اللي داكشي اللي كيشيط منها ما كيضيعش ما كيمشيش للتربة. يعني هو كيمشي في واحد القناه حتى لواحد الباسان يعني واحد هذا، ومن هذاك الباسان عاود كيتخاد هذاك الماء كيتعالج وكيتزاد فيه المواد العضويه اللي كتكون ناقصه، وهذاك الماء عاود كيتخلط مع الماء ديال السقي وكيسقي مره اخرى هذاك الطماطم. نجاح هذه التقنية مرتبط كذلك بالتعرف على الكمية الكافية من المياه حسب الأحوال المناخية، وهو الدور الذي تقوم به هذه المحطة. هذه المعطيات كيتحطوا مباشرة في الانترنت في السيت ويب ديال www.agrotech.com، واللي كيقدر الفلاح يدخل لهم مباشرة باش يشوف هاد المعطيات ويشوف هاد الشيء اللي كيخصو كل نهار. إضافة لهذا الشيء كيتصيفط له واحد الاس ام اس كل يوم، كيتصيفط له البورتابل ديالو باش كيعطيه شحال خصو يسقي كل نهار، كيوصلوا هذا الاس ام اس مع 7 ديال الصباح. إلى هذا المعمل داخل الضيعة الفلاحية يتم نقل المنتوج لمراقبته وإعداده ليكون صالحا للتصدير إلى الخارج، وكذا تحويل جزء منه إلى الأسواق الوطنية. فالطريقة التي تم اعتمادها أثناء الإنتاج مكنت من مضاعفة الكميات المنتجة عادة، ووفق جودة يعتبرها المنتجون والمصدرون قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية. استفدنا بجوج الحوايج، اولا تنحافظوا على المستقبل ديالنا، استهلاك ديال الماء ناقص، وثانيا الزبناء ديالنا تيعجبهم الحال المنتج تيحافظ على البيئه. هذه تنوفروا تقريبا 30% ديال الماء، تنوفروا السميده وتنحافظوا على البيئه، وهذا الشيء الاخير مهم بزاف خصوصا في الاسواق اليوم في اوروبا تطلبوا بزاف حفاظ على البيئه. هذه الطريقة في استرجاع وإعادة استخدام مياه السقي يتم استعمالها أيضا في إنتاج الحوامض التي تشتهر بها المنطقة، والتي ينتظر أن تشمل 33 ألف هكتار إضافة إلى الخضروات. مشروع سيمكن بشكل عام من اقتصاد 45 مليون متر مكعب سنويا من المياه، أي ما يعادل سعة سد من الحجم المتوسط.